قصيدة بعنوان زمن التحدث. من أين أبدأ قصتي أقيامي؟ أنت الهوى والوحي والإلهام. كم رسول قد بعثنا لم تجد، هذا دمي لو جبت الأقلام. عيناك وحي للغواب بحرها، وقصائد غزلية وغرام. تنسل روحي نحوكم محمومة، ولها الرضيع أغمه الإفخام. ويموج قلبي كالبحار صبابة، عصفت به الآمال والآلام. وتحوم روحي بالحمى متحفيا كل الحواجز أيها الحكام. يا شهر يا شهر يا العشق ما طعم الهوى، ونساءنا ينزو بهن الآن. والشام تشكو للعروبة بثها، والشام تشكو للعروبة بثها. شرف الحرائر بالمزاج شام. شيع المجوس على الشآم تكالب، وتحالف الخامان والحرام. قدوا قميصي واستباحوا ما حوى، قدوا قميصي واستباحوا ما حوى، وعلى سريري عربة الأقدام. نقشوا رسوما في ثنايا نشوتي، وعلى جبيني عصعص السخام. يا سائل السلطان تبدو نصرة، صم وبكم تلكم الأصنام. يا راقصين على ضياح قلوبنا، ودم الشهيد على الصدور وسام. زمن التحدي للرجال مقابلا، والنفس تبدي سرها الأجسام. لا تنحني للموت في ساح الورى، إن الشهادة مورد ومقام. ونصبت قلبي للشهاد ذريعة، فتخضب من مرجة الأزلام. الشعر ملحمة ونحن بحولها، وقصيدنا يوم الوقيس حسام. نفض الغيار للجهالة وحللوا، الله أكبر الله أكبر كلنا القسام. وأصابع الأطفال شمعة، فالليل وجه والصباح درام. رسموا على الجدران لوحة سؤدد، وتسلموا شيم السموم سلام. وتسمرت عيونهم روح القنا، بقلوبهم شغف الفداء مرام. وملائكة الرحمن حفت حولنا، والله خير حافظا يا شام. أرض العروبة للسماء معارج، ورسولنا للعالمين إمام. أحلام عودي فالديار تحررت، والحشد يصدح زغربي أحلامه. ألف الصلاة على الحبيب المصطفى، مسك الختام من السلام سلام. قصيدة بعنوان طاقية الجواب. سبحان من أبدع الكونين فاتسقا، والحمد لله قد سوى لنا. بالحب تسمو إلى العلياء أنفسنا، طوبى لمن في سبيل الله قد عشر. والسابقون إلى الخيرات موعدهم جنات عدن و
وحور العين مستبقى حب الإله يقين في بصائره والعشق بالخلق حب للذي خلق. همس الشفاهي تسافيح لعاشقة لو وشوشت أكما من توه مطر من لحظ عينيك باب العشق مضطرما حتى استوى في رحاب الروح واستسقى زهر الربا ينحني إذ ماست محاسنها والورد من طيبها يستنشق العطر رمز نشاط تعالى الليل موعدنا ما أجمل الليل ما أجمل الليل للعشاق لو وصل يا شام يا بهجة الدنيا وزخرفها وسام حسنك في الآفاق قد سمق يا شام يا أمة يا أمة أذعنت للذل صاغرة يا أمة أذعنت للذل صاغرة لا بارك الله قوما ما بهم نجم يا مادحا حافظا زورا وزندقة الله إنك لم تصدر وما صدر فاقية الجاني والشاهد أبالسة أوحت إليه مديحا حافيا حميقا يا حافظ العهد يا ديوث طائفة عرابها الطاقة للعرض قبل صدر يا خائن العهد لا تحصى فرائقه باع العروبة والإسلام مرتزقا إنا سنجعل من مكواك مرتجما رمي الجمال على الشيطان إذ فسقا قبحتي قبحتي يا جاهة الأحقاب مطمحة عودي كما كنت عودي كما كنت قطرا صفصفا زلقا يا شام قطرا على القلوى مراغمة والله منتقم من شر